أوس بديت تسوي رياكشن على قصائد حسينية، على أشياء دينية، أشياء تخص آل البيت. هذه انتشرت بشكل كبير وحصلت على عدد كبير من المشاهدات والتعليقات. شلون جتك فكرة أنه تسوي على هذه الأمور والقصائد والأشياء الدينية؟ أنه أنزل على المحتوى الديني. بالضبط، على المحتوى الديني. حلو. هنا الموضوع ترى صار صدفة، سبحان الله. زين. كل شيء صار عندي صدفة. زين. نزلت أربع مقاطع ما حسيت إلا قالوا محرم. زين، تعال محرم شو تنزل؟ ضحك. لا طبعا. نزلت مقطع ديني، الناس تقبلتني بالديني أكثر من ما كانوا متقبليني بالمحتوى العام. زين، إحنا عدنا 30 يوم. زين. ورا يجي سفر الخير 30 يوم، هاي 60 يوم، أنا مطلوب من عندي 60 مقطع لأن أنا كل يوم مقطع. أها، أنت لازم هيجي. هنا نحتاج 60 يومياً، هاي الخوارزمية مال التيك توك كانت في البداية. تمام. خوارزمية مالته إنه يومياً مقطع. زين. أنا أحتاج 60 مقطع. زين. ضليت باليوم الواحد أصور كانت 5-6 وأخلي عندي بالأرشيف. أصور وأخلي، حتى إنه ما أسوي ضغط على نفسي. لود. زين. وين ما اقعد وين ما اطلع عندي المقطع مالتي الكامل اجي وانزله. راحت ايام، جت ايام شفت الناس قبلتني بالفكره الحسينيه اكثر من ما تقبلتني بالفكره العاميه. حبيت هذا الشيء، اختصيت بالاطفال. ظلت الناس يدز لي مقاطع فيديو، عندي هذا ابني، عندي هذا ابن منطقتنا مثلا، عندي هذا ابن اخوي. الناس قامت تساعدك يعني. الناس صار اقبال.